بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اول حاجه فضل ونعمه من عند ربي، هذا وهذا الواجب بتاعي انه نعطي البلوس من عندي في كل ماتش 100% باش نكون مع الاولاد وهم يكونوا معايا، وكلنا عندنا فرد اوبجيكتيف من اول عام ان شاء الله هذه ترو ماتش يخليونا على السكه صحيحه ان شاء الله للباقي اللي هو مهم الكوب ان شاء الله. ابتداء من الجمعه الجايه ان شاء الله نلعبوا طرح نهار الاربعاء ان شاء الله كره بلبه، ان شاء الله ربي يوفقنا نكمل نخدم على رواحنا ان شاء الله على السكه صحيحه ان شاء الله بقدرة ربي. بالطبيعة نحس اكثر مسؤوليه، مش سهل انك تلبس مارينا الافريقي وتلعب في ليكيب سينيور وتاخو طون جو كبير، تولي عندك مسؤوليه اكثر، بريسيون اكثر، لازم مونتالمون يعرف الواحد كيفاش يبدلها الموتيفاسيون باش ينجم ديما يعطي البلوس، ينجم ديما يكون حاضر مع المجموعه وديما تركيز 100% ان شاء الله في الماتشات الكل ان شاء الله. نلعبوا حظوظنا للاخر ان شاء الله، حاجه مهمه انه نزيدوا التيتر هذا، خاصه التيتر هذا يرجع للسيزون تاع المئوي ان شاء الله. ان شاء الله نلعبوا على الليفالور بتاعنا بقدره ربي، وربي يكون معانا ويوفقنا ربي ان شاء الله في خير ان شاء الله، فرحوا جمهورنا الافريقي.